طيب معايا محمد توفيق من ارض الملعب ومعايا كريم احمد كمان من المقصوره الرئيسيه. اهلا وسهلا بيك محمد توفيق. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن عبد الحميد، برحب بحضرتك وبنجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدينا في كل مكان. اقل من ساعتين وننطلق ان شاء الله ضربه البدايه نحو البطوله التاسعه، زي ما بنقول كلنا شعار النهارده الطريق الى التاسعه. يمكن في اللحظات اللي بكلم فيها حضرتك جمهور النادي الاهلي بيزين المكان المخصص ليه في مدرجات الدرجه الثانيه، يمكن 5000 متفرج قلت حضرتك، اعتقد ان كان نتمنى يكون اكتر من كده بالرغم ان هم 5000 متفرج بس بيزينوا الملعب. يمكن طاقم الحكام في التوقيت اللي بكلم فيه حضرتك متواجد في ارض الملعب، كان ليا حديث معاهم، فخورين جدا ان هم موجودين في مصر وبيحكموا ماتش للنادي الاهلي وبيلتقطوا الصوره التذكاريه لبعض في استاد القاهره. كان ليا لقاء وحديث مطول مع مراقب المباراه كابتن عبد الحكيم الشلماني نجم التحكيم العربي والليبي، يمكن الراجل سعيد جدا انه متواجد في استاد القاهره وقعد يحكي لي على ذكرياته في استاد القاهره وانه ليه مبادرات مع النادي الاهلي ما ينساهاش، من ضمنها مباراه الاهلي والزمالك في الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا والنادي الاهلي فاز بيها 2-0، وكمان مباراه كاس السوبر في 2001 النادي الاهلي فاز بيها على كايزر تشيفز 4-1. الراجل مبسوط جدا انه موجود وبيتمنى ان شاء الله مصر تفضل في تقدم النادي الاهلي ان شاء الله يحرز البطوله بشكل بغض النظر عن انه النهارده محايد وموجود كمراقب للمباراه. في نفس اللحظات فريق منانا يمكن نزلوا ارض الملعب بيشوفوا ارض الملعب وبيتمشوا عليها بيشوفوا الارض طبيعه الارض، يمكن برضو المدير الفني كان مديهم تعليمات ان هم ينزلوا في ظل تواجد الجمهور عشان الرهبه تروح شويه، لكن اعتقد ان استاد القاهره كان وسيبقى ان شاء الله هو يعني استاد الرعب لافريقيا كلها، وان شاء الله يبقى النهارده بدايه موفقه، وان شاء الله استاد القاهره النهارده يشهد بدايه النادي الاهلي والانطلاقه القويه نحو البطوله التاسعه تحت شعار الطريق الى التاسعه ان شاء الله.